إذن مشاهدينا، يحتفل العالم اليوم بيوم يبعث اسمه في النفس السعادة، إنه اليوم العالمي للضحك. الفكرة بدأت عام 98 مع الطبيب الهندي مادانا كاتاريا، وهو مؤسس الحركة العالمية ليوغا الضحك، والذي اختار أول أحد من شهر مايو للضحك، تأكيدا على معاني السلام العالمي بين الشعوب. وللضحك أثار إيجابية على صحة الإنسان أيضا، وهو ينشط مناطق في الدماغ، تخيلوا مشاهدينا، لا تنشط عادة إلا بتأثير حاجتين: كوكايين ونقود. هذه الصراحة. المهم أن الإنسان لا يمكن أن يضحك ويفكر في الوقت ذاته. ربما هذا هو السبب وراء امتداد شهرة هذا اليوم إلى باقي دول العالم، إذ يحتفل نحو 6,000 نادي مخصص للضحك به سنويا بإطلاق القهقهات مصحوبة بالموسيقى. بعض الشعوب عرفت بالضحك والفكاهة، وبعضها عرفت بالعبوس والتكشير. لنتابع التقرير التالي ونعود لنتعرف أكثر إلى آثار الضحك الإيجابية. إن ضحكت فالبعض يقول إن شفت نابها الحقها ولا تهابها، وبهذا فراق بائن ما بين الضحكة وشفاه البنات. أما الشباب فبكشرتهم هيبة وبضحكتهم عيبة، شعب أقرب للعبوس، ومهما حصل من أفراح فالطبع غلب التطبع. هذا هو سلو وطبع الأردنيين، ولمنع الضحك أسباب، وبذلك من فكت الشفاه والذقون عن بعضها وحالها باقتراب. أسباب اقتصادية اجتماعية أوقعت حكمها على الابتسامات. هذا وإن حاولوا فالأوضاع الحالية السياسية كانت فراقا بائنا بينونة كبرى ما بين الضحكات والشفاه. الجو العام ما في إشي اللي يخلي الواحد إنه مبسوط ويعني مرتاح، أو تحس إنه في مكدرات كتيرة، يعني كل شيء، حتى لو مرات تطلع تشم هوا بتلاقي في أشياء بتنغص عليك. 100% كشر، يعني نادر لما أشوف واحد بضحك في الشعب الأردني، لأنه دائما طفرانين وفيش محم فلوس ونفسياتهم تعبانة، فغصب ما بدكم مكشر يعني. كيف جديين طبعا زيادة عن اللزوم شوي، ممكن إنه زيادة عن الشعوب الثانية، إنه في ناس بتلاقي النكتة حاضرة، بس إحنا عنا شوي في جدية بالتعامل بين الناس، فيعني هذا بيميزنا. هيك الله خلق، لأنه الكشرة هيبة والضحك من غير سبب قلة أدب. ليس المطلوب منهم القهقهة، إن كان الضحك من غير سبب قلة أدب، المطلوب تفاؤل يعكس المزاج الحلو والفكر على الشفاه، علها تشقشق عن بعضها قليلا. ولهذا كان لابد من دراسة النفسيات التي تخفي بياض أسنان المعظم منهم. نحن نتحدث عن مجتمع ذكوري، المجتمع الأردني مجتمع ذكوري بامتياز، وهذه النقطة تقود أنه دائما يتمسك بالنمطية الذكورية التي تنص أن الذكر يجب أن يكون ذكرا ضمن معايير، وهي أن يكون قاسي شديد منافس، في بعض الأحيان عدائي، لا يضحك ولا يبكي. ومع هذه الصور قد لا نختم جولتنا ما بين عالم الشفاه المغلقة دائمة الالتصاق، وكأنما يجمعها الصمغ والغراء. اضحك للدنيا يا حبيبي، الدنيا تضحك لك، ضحك ولعب وجد وحب. لذلك حاولت الام بي سي تذكير البعض منهم باغنيات كانت مجرد حبرا على شفاه. عماد العضاي لعمان، وصباح الخير يا عرب. هذا هو عماد يا حليله، يضحك ومبسوط وليله رافع لحاجب ومكشر. هيبه. صح، معايير الرجل لازم ما يكون عنده لا احساس ولا يضحك ولا يبكي ولا اي يعني مشاعر. هاي الشيء الوحيد اللي ما فهمته ان اللي بيعبس هيبه. يعني معناته لازم كل الرجال لا تضحك خالد، لا ما في احلى من الضحكه، واحلى شيء كانت ضحكه عماد.